السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها لمناقشه ابعاد وتطورات ما اسمي باعلان المجلس الانتقالي في الجنوب. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر أنه لا يمكن لأي طرف أو جهة فرض حلول للأزمة اليمنية المعقدة على بقية الأطراف، وأضاف في مقال نشره على صفحته في فيسبوك أنه إذا كان الوضع القائم هو نتاج لتمرد الحوثيين وصالح على الدولة وانقلابهم على الشرعية، فالخشية أن يتكرر الأمر في عدن بوعي أو بدون وعي، موضحا أن هذا الوضع سيحول الانتصارات التي تحققت إلى هزائم. في الأثناء أفادت مصادر مطلعة في مطار عدن مغادرة محافظ عدن السابق ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما يعني أن هناك تطورات جديدة قادمة. مشاهدينا، نتوقف عند هذا التطور لنناقشه في محورين: إلى أين يمكن أن ينتهي المطاف بإعلان المجلس الانتقالي في عدن، وكيف يمكن احتواء هذا التطور في ظل ما يشاع من انقسام في البيت الداخلي للتحالف العربي. مشاهدينا، سنشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. خطوة غير محسوبة النتائج والأبعاد، هكذا قيم الكثيرون ما أسمي بإعلان المجلس الانتقالي في الجنوب، لكن هذا التقييم أيضا لا ينفي وجود تطور خطير في المشهد اليمني الذي تتشابك أطرافه وتزداد تعقيداته يوما بعد آخر. رد الشرعية اليمنية كان حاضرا ولم يتأخر، فسرعان ما دعا الرئيس هادي إلى اجتماع استثنائي لمستشاريه ونائبه ورئيس الحكومة، أفضى إلى إصدار بيان يستنكر هذه الخطوة التي رأى فيها سعيا من قبل أطراف محلية ذات تنسيق خارجي لتشتيت الانتباه عن معركة القضاء على الانقلاب، داعيا جماهير الشعب اليمني إلى عدم الالتفات إلى هذه المشاريع الصغيرة التي تهدف إلى خلط أوراق الملف اليمني وتغيير أولوياته حد تعبير البيان. الغريب بنظر البعض هو عدم إعلان موقف رسمي من قبل التحالف العربي بشأن هذا التطور، وفي هذا الإطار كثرت الآراء وتعددت الرؤى بين من يعز التأخير إلى مشاكل داخلية في بيت التحالف العربي، وآخر يرى في عدم إعلان موقف واضح وتجاهل وعدم إعطاء أهمية لهذه الخطوة كونها قفزا على الواقع وتجاوزا للواقعية السياسية، خصوصا بعد التطورات التي طرأت على المشهد اليمني والتي تجاوزت هذه الخطوات الارتجالية. وبالنظر إلى كل ما سبق، فالواضح الآن أن تعقيدا جديدا أضيف إلى الملف اليمني الشائك أصلا، فما أفقه وما أبعاده وإلى أين يمكن أن ينتهي، هذا ما سيتكشف تباعا في الأيام القادمة. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن الأزرق. مرحبا بك سيد فتحي. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا بك سيد فتحي. تحذير جديد لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر من تبعات المجلس الانتقالي الذي رأى فيه تجاوزا للإجماع الوطني وأيضا محاولة لفرض حلول أحادية لها أبعاد كثيرة وخطيرة. برأيك الآن كيف سيكون أو ستكون أبعاد هذا الإعلان؟ الحقيقة أن الإعلان إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي هي خطوة سياسية حقيقية قامت بها نخب جنوبية سياسية وحظيت بإجماع جنوبي كبير. أنا شخصيا أستغرب حالة الغضب التي انتابت الحكومة الشرعية، نعم، وحالة الغضب التي انتابت الرئاسة اليمنية بسبب الآن كهذا. هناك قضية جنوبية وكل الأطراف معترف تعترف بهذه القضية ودعت إلى حلها، وهناك مقاومة جنوبية على الأرض اندلعت أو ظهرت خلال عام 2015 ولا زالت حاضرة حتى اليوم. نعم. كل هذه الأطراف كانت بحاجة إلى تمثيل سياسي يمثل الجنوب أمام التحالف، أمام العالم، أمام أطراف الشرعية مثلها مثل أي طرف يمني آخر. والجنوبيون رصوا صفوفهم وأعلنوا هذا المجلس، والمجلس مثله مثل أي طرف يمني له مطالب سياسية وله الصفوف الذي يجب أن يمثل بشكل جيد. أنا شخصيا أستغرب فعلا كل هذا الضجيج وكل هذا الغضب
وكل هذا التهديد والوعيد من رئاسة هادي ومن بن دغر ومن كل الأطراف اليمنية الأخرى. نعم. كان الأولى أن تتعامل كل الأطراف اليمنية بواقعية شديدة. هناك قضية جنوبية وهناك طرف جنوبي يجب أن يمثل. لا يمكن القول أن الحزب الإصلاح أو المؤتمر أو الحوثي أو الرئاسة اليمنية يمكن لها أن تمثل الجنوبيون بأي شكل من الأشكال. نعم سيد فتحي، اسمح لي ولو قاطعتك هنا، يعني هو أنت تتحدث أن هذا المجلس تمثيل لأبناء الجنوب، ولكن أيضا هناك مشاكل حدثت خلال الفترة الماضية، قادة عسكريين يتم منعهم من دخول العاصمة المؤقتة، وزراء يتم أيضا منعهم، يعني هناك بوادر تمرد واضحة حول على الشرعية، ومن ثم تكللت بهذا المجلس. الأمر ليس كما يصوره البعض بأنه انقلاب على الشرعية، لا بالعكس، هو إيجاد حقيقي لتمثيل جنوبي الأرض. قضية منع بعض الوزراء من دخول عدن هذه قضايا شائكة وقضايا بسيطة يمكن أن تحل، أن يتم حلها بإجراء إداري بسيط. القضية ليست في الجنوب، ليست قضية منع فلان من الناس، لا، القضية قضية أن الجنوب يجب أن يمثل بشكل حقيقي. الجنوب لم يمثل خلال منذ انتهاء الحرب حتى اليوم، لم يمثل بأي، لكن المشروع كما هو واضح أكبر من تمثيل، يعني بحسب المعطيات الحاصلة على الأرض. لكن سيد فتحي سأعود لأستكمل معك، دعني أشرك معنا بالنقاش، سينضم إلينا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور مساء الخير. هلا مساء النور. أهلا بك دكتور. يعني في البداية برأيك إلى أين يمكن أن ينتهي إعلان تشكيل المجلس الانتقالي في الجنوب؟ سينتهي إلى ما انتهت إليه الحركات والتشكيلات والمجالس السابقة. اليوم لدينا مجلس سياسي انتقالي في عدن، هو النسخة الجنوبية للأسف الشديد من المجلس السياسي الأعلى في صنعاء. كلاهما مجلسان انقلابيان تمرد على الشرعية بشكل واضح. مسألة ليست، لا يمكن تبسيطها بمسألة أن هذا المجلس يمثل الجنوبيين فقط أمام الحكومة الشرعية وأمام التحالف. لا. هذا كلام غير صحيح. المجلس أولا ادعاء تمثيل الجنوبيين خاطئ، لأن أي ديمقراطية عالمية لا يستطيع فيها شخص أن يدعي تمثيل الشعب إلا إذا أتى بانتخابات حرة ونزيهة، وهذا المجلس لم يأتي بانتخابات. ثانيا المجلس للأسف الشديد حتى في صيغته الجنوبية المحصورة هو مجلس مناطقي، أتى الأخ المحافظ عيدروس الزبيدي بمجموعة من أعضاء المجلس المنتمين لمنطقته، وليس لمنطقته وحسب وإنما للمحسوبين عليه. أقصيت قيادات تاريخية في الحراك الجنوبي من دخول هذا المجلس، أقصي أبناء يافع لم يحظوا بالتمثيل المناسب لحجمهم في الجنوب كما ينبغي، أقصيت حضرموت لم تحظى بما حظيت به منطقة عيدروس أو المقربون من عيدروس. نعم سيد أو دكتور، يعني هناك من يرى أيضا بأن قرارات الرئيس هادي التي قضت بإقالة محافظ عدن السابق وأيضا بن بريك جاءت بناء على معلومات مسبقة حول نية المذكورين في إعلان المجلس، بمعنى أن هذه الخطوة لم تكن ردة فعل على القرارات كما يرى البعض. أنا أقول بأن هذه المجالس هي مجالس ليست لخدمة الشعب ولا لخدمة الجمهور، هي مجالس لأجل التكسب السياسي والاقتصادي للسلطة والثروة فقط. يعني الجمهور يصفق لها ويطبل لها وهو لا يعرف أن الذين قاموا عليها هم يريدون أن يلتفوا على سلطته وثروته. يعني ما هو الفارق بالله عليك بين مجلس صنعاء ومجلس في عدن؟ كلها من أجل السلطة ومن أجل الثروة. وبالتالي نحن في اليمن الجنوب يمثل في مؤتمر الحوار الوطني بنصف قوام الحكومة يفترض حسب مؤتمر الحوار الوطني، ولا تسقط دعوة عدم التمثيل لأنه ممثل. أما حكاية من يمثل الجنوبيين فهذا شأن يعني انفصل فيه مؤتمر الحوار الوطني، وأتى الجنوبيون إلى مؤتمر الحوار، ومع أن الذين أتوا إلى مؤتمر الحوار يعني جاءوا بهيئات سياسية، قد يقول قائل أنهم ليسوا ممثلين حقيقيين، وبالتالي هؤلاء اليوم ليسوا ممثلين حقيقيين لأنه لم تجد انتخابات في الجنوب حتى يدعي أحد أنه ممثل للجنوب. أنا باختصار شديد أقول أن الذين يسعون من وراء هذا المجلس والذين رفعوا شعار الاستقلال أو الموت
هم النسخة الثانية للذين رفعوا شعار الوحدة أو الموت، والمجلس السياسي في عدن هو النسخة الثانية من المجلس السياسي في صنعاء، والذين كانوا يقولون من قبل بأن أنه يراد فرض الوحدة بالقوة هم اليوم يريدون فرض الانفصال بالقوة. هذه حقائق لا ينبغي أن ننكرها ولا نتغافل عنها، وينبغي أن نواجه جماهير شعبنا اليمني في الجنوب والشمال بهذه الحقيقة. مجاميع من الذين فقدوا السلطة ويريدون أن يعودوا إليها يلتفون بشكل أو بآخر من أجل أن يظهروا من جديد. يعني اليوم لدينا حكومة ولدينا رئاسة، قل فيها ما شئت من المثالب ومن الفساد وما إلى ذلك، لكن نحن أمام جبهة موحدة ينبغي أن تكون موحدة لدحر الانقلاب، وبالتالي ما الداعي لفتح جبهات أخرى جانبية. اليوم هذه الجبهة المفتوحة في عدن قد تؤثر على جبهة الساحل. من المستفيد؟ المستفيد الحوثيون في صنعاء والانقلابيون في صنعاء. هذه الأمور في تصوري أنها رغم كل ما طرحته الآن إلا أنها لا يمكن أبدا أن تؤدي إلى نتائج ملموسة. الغرض منها الضغط على القيادة الشرعية، الغرض منها الضغط أيضا على تيار الإخوان المسلمين في اليمن، وفي الأخير هي للمناكفة السياسية وللضغط من أجل تحقيق أهداف تكتيكية وليس أهداف استراتيجية. وسيصدم الذين يعولون على تحقيق أهداف استراتيجية بإقامة دولة في الجنوب منفصلة ومستقلة، سيصدمون عندما يدركون أن الغرض من هذا المجلس هو مناكفة الشرعية، وبالتالي عندما يصار إلى توافقات معينة مع الشرعية ضمن أطرافها الداخلية أو بينها وبين أطراف التحالف فإن هذه المجالس سوف تضيع ضمن المجالس الأخرى. ذهب حراك البيض وذهب حراك باعون وذهبت حراكات أخرى كثيرة وتراكمت التجارب، وهذا الحراك سيكون تجربة من تجارب. نحن الآن أمام حراك جديد يسمى حراك عيدروس، لا مجلس انتقالي ولا مجلس شنوبي، كلها مجالس من أجل أن يصار إلى سلطة وثروة، وهذا أمر واضح. لا داعي لأن نلبس على الناس ولا أن نزور الحقائق الموجودة. الذين استخدموا المظلومية التاريخية في الشمال باسم آل البيت اليوم يظلمون الناس، والذين يستخدموا أيضا المظلومية التاريخية للجنوبيين اليوم يظلمون الناس ويمنعون الناس من دخول عدن ويمنعون الجرحى ويمنعون المقاومة من الوصول إلى عدن. نحن اليوم إزاء ظالمين يستخدمون مظلومية الشعب في الشمال والجنوب، ليس من أجل إنصاف الشعب من ظالمين سابقين، وإنما من أجل أن يحلوا محل الظالمين السابقين. نعم، إذن أشكرك جزيلا المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. أعود إلى ضيفي الآخر سيد فتحي بالأزرق من القاهرة، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. سيد فتحي، يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة في المستقبل القريب بعد هذا التطور في عدن؟ يعني كيف يمكن أن تتعامل الشرعية؟ الحقيقة أن على الشرعية وعلى دول التحالف وعلى كل الأطراف الدولية أن تقر حقية الجنوبيين في تشكيل هذا المجلس هذا، والتعامل بشكل إيجابي مع المجلس. المجلس يضم قيادات جنوبية متنوعة ومختلفة، وأعارض الأخ بهذه النقطة سأقاطعك سيد فتحي. هو الضيف الآخر الدكتور محمد جميح تحدث أنه يعني في إطار الديمقراطية تشكيل مجالس كهذه تقام وفق انتخابات، يعني هناك فصائل كثيرة في الجنوب وناس كثيرين أو قيادات كبيرة في الجنوب لم تتواجد في إطار هذا المجلس. طيب مع الحوثي في صنعاء شكل مجلس الحوثي انقلابي. طيب أوكي، بس الحوثي حينما شكل مجلس السياسي وهيئته السياسية وذهب إلى جنيف ليتفاوض مع الحكومة الشرعية، لماذا لم يقولوا وقتها على الحوثي أن يجري انتخابات إجراء انتخابات أو شيء من هذا القبيل؟ لماذا مطلوب من الجنوب أنه هو فقط أن يشكل؟ لكنه متمرد، يعني الحوثي في في في, نعم في النظرة العامة هو أقام انقلاب بالتآمر مع علي عبد الله صالح وتم ما تم. يعني في الأخير الحكومة الشرعية جلست في طاولة واحدة مع الحوثيين في جنيف وفي الكويت وفي مناطق كثيرة وحتى في وهل يعقل أن يكون هذا المجلس نفس النموذج بمنطقة الانقلاب؟ نفس النموذج لا، أنا أتحدث أنه في الأخير يجب أن يكون للجنوب تمثيل حقيقي. نحن حاليا لا نستطيع أن نجري انتخابات، لكن هذا المجلس حاز على تأييد شعبي كبير. هناك بعض المعارضة البسيطة لكن الغالبية العظمى من الشعب تؤيده. إذن نحن أساسا بحاجة إلى شخص أو طرف سياسي يمثل الجنوبيين أمام دول التحالف أمام أي مفاوضات يمنية مقبلة. لا يمكن أنا شخصيا مثلا كجنوبي
أنا أقول أن الشرعية اليمنية يمكن أن تمثل الجنوب، لا مستحيل. ولا هي تمثل الشعب اليمني بالكامل سيد فتحي، يعني اليوم المجلس هذا يعلن نفسه كممثل. نعم سيد فتحي، المجلس هذا يعلن نفسه كممثل للشعب الجنوبي، بينما هناك سلطة شرعية لم تستطع ممارسة مهامها بشكل كامل في عدن، وهي من هي المخولة بأن تمثل الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه. يعني السلطة الشرعية هي سلطة الجنوب، السلطة الشرعية هي سلطة المقاومة، السلطة الشرعية هي سلطة من انتصر في الحرب. لا، السلطة الحكومة الشرعية هذه لم تنتصر أساسا في الحرب، لم تشارك في الحرب أساسا. وما الداعي للمجلس إذا كانت الشرعية هي من تمثل المقاومة والجنوب وكل شيء؟ ما الداعي لهذا المجلس؟ أنا أتحدث أن السلطة الشرعية هي سلطة الجنوب، ليست سلطة الرئيس هذه. إذا هناك سلطة شرعية هي سلطة الجنوبيين على أرضهم، هم من انتصروا، هم من حاربوا، هم من يجب أن يمثل. أنا شخصيا لا أستطيع أو لا أقبل بالعقل والمنطق أن يمثل الجنوب بالحكومة الشرعية في حين هي أساسا لم تكن حاضرة خلال الحرب، ولم تكن حاضرة بعد الحرب، ولم تكن حاضرة حتى اليوم. الزبيدي ورفاقه وكل القيادات الجنوبية هم الحاضرون منذ اندلاع الحرب، وهم من صنعوا النصر، وهم من تقدم إلى الأمام في كافة المحافظات الجنوبية. نعم. وهم من انتصر، فلا يعقل أن يزاح كل هذه الأطراف. يعني هؤلاء سيد فتحي هم أتوا في إطار قرارات رئاسية وصاروا جزء من منظومة الشرعية. نعم، لكن الرئاسة في الأخير هي أخلت بهذه المعادلة. رغم من الذي أخلت الشرعية؟ نعم، الشرعية أخلت بهذه المعادلة وأقصت الكثير من القيادات الجنوبية، وبالتالي صار الحديث عن شراكة مع الحكومة الشرعية حديث عبثي. ما هي الأسباب التي أدت إلى الإخلال الذي تحدثت عنه؟ أليس هناك تجاوزات في أو هناك فجوة ما بين السلطة المحلية في عدن والشرعية؟ هناك قوات في المطار تتمرد على قرارات الشرعية ورئيس الجمهورية. هذه الأسباب ألم تكن هي الممهد لقرارات الشرعية بهذا الخصوص؟ لا، احنا في هذا الاطار نتحدث عن ترتيل جنوبي اوسع. احنا لا نتحدث عن مشكله عدن الاداريه ولا عن مشاكل المياه والمجاري والمطار، لا، نحن نتحدث عن ترتيل جنوبي اوسع. وما جرى هو ترتيب للبيت الداخلي للشرعيه، ولم يكن بمثابه اقصاء. يعني عيدروس الزبيدي تحول الى سفير يمثل البلد في وزاره الخارجيه. عموما ساعود اليك سيد فتحي بالازرق. سينضم الينا من الكويت المحلل السياسي الدكتور محمد الرميحي. دكتور مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بك دكتور. اذا دكتور، تطور جديد في الملف اليمني المعقد والشائك اصلا، كيف تقرأ التطور المتمثل بإشهار مجلس انتقالي في الجنوب، وما هي التبعات على مسار الأزمة في اليمن؟ يعني قراءتي أنا الشخصية من هذا الموضوع هو نقص في الخيال السياسي لدى الإخوان الذين أعلنوا الجهاز الجديد اللي هو مجلس الحكم الجديد أو ماذا يسمى، لأن المعركة لم تنتهي. يعني هناك معركة كبرى، أنا شايفها أنها هي معركة بين العرب وبين الطموحات الإيرانية اللي رأس الحربة هي الحوثي وجماعته، طبعا مناصرة بعلي صالح الذي يريد أن يعود من جديد إلى السلطة بعد أن لفظه الشعب اليمني. في تقديري هناك شرعية، هذه الشرعية واضحة المعالم. احنا في المدارس بندرس طلابنا موقف خالد بن الوليد عندما كان قائدا ومنتصرا، ولكنه عزل من الشرعية وقتها وقبل هذا العزل وحارب كجندي. هذه الأخلاق مع الأسف غير موجودة لدى البعض، ويحتاج إلى إعادة تثقيف سياسي من جديد. كلام جميل دكتور، ولكن أنت حدثتني في بداية حديثك أنه نحن أمام معركة عربية ومواجهة مع إيران في اليمن. هذا التحرك الحاصل في الجنوب الكثير يراه بأنه يدل على انقسام ما بين دول التحالف العربي، أنتجت هذا التطور الحاصل في اليمن؟ يعني أنا ليس لدي معلومات دقيقة حول هذا الانقسام. يعني الواضح أن الانقسام بين اليمنيين، بين بعض الإخوة في الجنوب وبين الشرعية، هذا ما أراه أنا على الساحة. لا أستطيع أن أكون متأكد بأن هناك انقسام بين الدول
التي توافقت على المشروع العربي في اليمن. نعم. ما أعتقده. إذن لماذا تأخر الرد الرسمي من قبل التحالف العربي على هذا التطور إلى الآن؟ بالتأكيد الأمور تدرس، يعني الناس لا يستطيعوا أن يتخذوا مواقف سريعة وردود أفعال قبل أن تدرس الملفات كاملة. نعم. يعني لم نسمع شخصيا، لم أسمع من أي جهة من أطراف التحالف العربي حتى الآن أي موقف. إنما القضية الرئيسية هي اليمنيين أنفسهم، لأنه لا يستطيع الموقف العربي أن يعضد اليمن دون اتفاق بين اليمنيين. قراءتي الأولى هي يعني صراع على السلطة، وهي السلطة تبدو لي بأن الاختلاف على الطريدة قبل أن تصاد تلك الطريدة، فهو اختلاف عبثي في تقديري. نحن أمام معركة كبرى، وهي معركة التوسع الإيراني التي يجب أن نحضر لها جميعا. ثانيا، هناك شرعية، يعني هناك انتخابات تمت وفوضت هذه الشرعية على أنها تمثل اليمن ككل، وهي شرعية معترف بها من الأمم المتحدة ومن عدد كبير من الدول. نعم، لكن دكتور، هل الجميع يتساءل هل يمكن للتحالف العربي الذي تدخل من أجل إعادة الشرعية أن يسمح بانفصال اليمن؟ التحالف العربي في تقديري في نهاية المطاف سوف يقرر ما يرغبه اليمنيون. بالتأكيد أن هناك نضج لدى اليمنيين إلى درجة تمنع العقلاء منهم من الانشطار، لأن هذا الانشطار سوف يضعف اليمن كاملة أولا، وسوف يدخل اليمن في حروب أهلية ربما تمتد للقرن. هذا سيقرره اليمنيين دكتور ما بعد الاستقرار، لكن التحالف هل سيقبل بواقع كهذا الذي نعيشه اليوم؟ يعني ما زالت المعركة قائمة وهناك أصوات يعني تعمل على شق الصف في هذه المعركة، هل سيقبل التحالف بذلك؟ لا أعتقد بأن هذه أخبار سارة، هي أخبار سارة لأطراف أخرى. يعني بالتأكيد الآن القيادة الحوثية وقيادة علي صالح تضحك بكل أشداقها بأن هناك خلاف بين اليمنيين في الشرعية، وبالتالي كلما غذي هذا الخلاف، وأنا لا أبتعد أيضا لا أبعد أن تكون إيران في هذه المرحلة متورطة، حيث تشجع هذا الانشقاق إلى أن يصل إلى حمل السلاح فيما بين الشرعية وما بين من يطالب بتغيير هذه الشرعية. المعركة في تقديري هي غباء سياسي منقطع النظير، لأن المعركة هي معركة كما قلت منذ قليل مع التوسع الإيراني، وهو سوف يكون له يعني نوافذ أكثر الآن بعد هذا الانشقاق. أي عاقل، أي سياسي عاقل يرى بأن المصلحة الوطنية اليمنية هي أكبر وأبعد من مصلحته الشخصية. لهذا السبب فإن الوقت يعني التوقيت خطأ والطريقة خطأ، ونتائجها هتكون كارثية على الجميع، لا أستثني منهم أحدا. إذن ابقى معي دكتور، أعود لضيفي الآخر السيد فتحي بن الأزرق. سيد فتحي، أخبار تحدثت قبل قليل بمغادرة المحافظ السابق لعدن عيدروس الزبيدي ورئيس المجلس السياسي الانتقالي في الجنوب إلى العاصمة السعودية الرياض، ما المتوقع من هذه الزيارة؟ المتوقع أن يجلس الزبيدي ورفاقه مع المسؤولين السعوديين وربما مع مسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن أرضية الواقع هي تقول أن المجلس الانتقالي تم إعلانه وتم تحديد مهامه، وبالتالي فإن أي محاولة لإلغاء المجلس أو التراجع عن إعلان المجلس أنا شخصيا أعتقد أنها ستبوء بالفشل. يجب على الحكومة الشرعية ويجب على التحالف أن يعترف، أن تعترف كل هذه الأطراف بوجود طرف جنوبي فاعل، وهذا الطرف الجنوبي الفاعل له قضية وله مطالب سياسية، ويجب أن تسمع لها وأن ينصت لصوت الجنوبي هذا، ويجب أن يمثل الطرف الجنوبي
ضمن طرفه الشرعيه مثله مثل اي طرف يمني اخر. نعم، لكن في اطار مكون سياسي وليس مجلس يعني يعطي نفسه الحق بصلاحيات الشرعيه في هذه المحافظات. هو في الاخير مجلس يستمد قوته من الشعب في الجنوب، وبالتالي يجب التعاطي مع هذا المجلس باعتباره يملك تفويضا شعبيا كبيرا في إدارة البلاد بعيدا عن الشرعية مثلا. نعم، في إدارة محافظات الجنوب بما يستوفيه الناس في الجنوب. طالما الناس هذا لا يعد تمرد على الشرعية. لا بالعكس، لا يعد تمرد على الشرعية. وأين دور الشرعية في الجنوب؟ لأن أساسا الشرعية هي ليست موجودة في محافظات الجنوب. الشرعية لا تقوم بأي واجب في محافظة الجنوب. وإذا قامت بواجبها ألا يعترف بها حاليا يعني بعد هذا المجلس؟ إلى أن تقوم بواجبها وقتها سيكون لنا حديث، لكن الحرب انتهت قبل عامين، وحتى اليوم الحكومة الشرعية لا تقوم بأي واجب في المحافظات الجنوبية المحررة. لذلك لا يمكن القول بأن الحكومة الشرعية أساسا لها وجود في الجنوب. هي لم تكن حاضرة خلال الحرب، وهي لم تكن حاضرة بعد الحرب، وبالتالي فإن أي حديث عن وجودها كشرعية أعتقد حديث غير متصل بالواقع بالمطلق. هناك مقاومة جنوبية، وهناك قيادات جنوبية، وهناك طرف جنوبي لم يمثل في أي مفاوضات ولا في أي حضور دولي، ولم يمثل بشكل صحيح. ولذلك حان الوقت أن يسمع صوت الجنوب عبر هذا المجلس. نعم، رئيس الجمهورية هو جنوبي سيد فتحي، لكن هناك، دعني أنتقل إلى السؤال الآخر. هناك من نفى صلته بهذا المجلس، يعني في حال توالى هذا النفي ماذا سيكون مصير هذا المجلس؟ في الأخير أولا لم يصدر أي نفي رسمي بأن أي من الأطراف التي شاركت في المجلس نفت صلته. محافظ سقطرى نفى ذلك. لم يصدر أي نفي رسمي، ولم نقرأ حتى في وكالة سبا. وكالة سبا لا وجود فيها أي نفي لأي محافظ. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، ليست المجلس ليس مكون بالأشخاص، وإنما بحضوره السياسي. وأنا أعتقد أن حضوره السياسي سيتوسع خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصا مع إعلان مجلس عسكري آخر، وأعتقد أنها ستكون الخطوة الأكثر أهمية. يعني هناك أيضا توجه في إطار تكوين مجلس عسكري أيضا. نعم، هناك تحضيرات لإعلان مجلس عسكري في الجنوب خلال الأيام القادمة، ووقتها سيكون لدى الجنوب مجلس انتقالي ومجلس عسكري. سيد فتحي، وسؤال أخير فقط، ألا يعد هذا انفصال أو انقلاب بشكل أصح؟ هو ليس انفصال، هو انقلاب. أنا أقصد هنا، لا، هو ليس انفصال، مجلس عسكري في إطار مجلس عسكري في إطار جيش وطني وسيادة دولة، ماذا نسميه؟ لا، هو ليس انفصال وليس انقلاب، هو تأكيد واحترام وتلبية لرغبات الشعب في الجنوب ومطالب الشعب في الجنوب، قالها منذ العام 2007 وهي واضحة وضوح الشمس. ولذلك فيجب الاستماع لمطالب هذا الشعب. للأسف الشديد نحن كنا نظن في الجنوب أن الحكومة الشرعية ستكون مختلفة بعض الشيء عن نظام صالح، لكن للأسف الشديد واصلت تغييب الجنوب، واصلت حرمان الصوت الجنوبي من الحضور، ولذلك هي اليوم تجني ما زرعت خلال السنوات الماضية. نعم، إذن أشكرك جزيلا السيد فتحي بن الأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا من القاهرة. أعود إلى ضيفي الآخر الدكتور محمد الرميحي. يعني دكتور، استمعت إلى ضيفنا الصحفي فتحي بالأزرق يتحدث أن هناك أيضا نوايا لتشكيل مجلس عسكري في القادم، وأيضا هذا المجلس السياسي كل هذا هو تمثيل للجنوب ولا يعد انقلاب. ماذا ترد حول ذلك؟ يعني تعال نحكم عقولنا. مش عارف، أنا الأستاذ فتحي قال بأن هذا هي إرادة الشعب اليمني. أنا لم أسمع عن اليمن الجنوبي، لم أسمع عن إجراء انتخابات أو استفتاء مؤخرا. هل سمعت أنت بهذا الاستفتاء؟ أنا لم أسمع به. ما هي مظاهرة فقط من قررت كل ذلك؟ يعني مجموعة من السياسيين الطموحين الذين لا يعرفوا ماذا يفعلوا في تقديري. لأن واحد، إذا كانوا سوف يحاربوا علي صالح، إذا كانوا سوف يحاربوا الشرعية، وإذا كانوا سيحاربوا الحوثيين، فلديهم ثلاث جبهات مفتوحة الآن. كيف سوف يتصرفوا؟ إذا كانوا يريدوا من المجهود العربي أن يساندهم فهذا بعيد،
فإذا لابد أن ينسقوا على الأقل أو يتعاونوا مع إيران من جديد. إيران لديها عميل هو الحوثي وهو الأفضل والأقرب لها. فواضح بأن يعني عملية في تقديري عمياء فيها دكتور، لكن يعني دعني أقول أن ما يدور كله يعني في إطار انقسام واضح في داخل التحالف العربي. هناك تحركات لبعض الدول أو لبعض الجهات بشكل واضح في هذه في جنوب اليمن، هي من أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن. أنت مصر على أن تقول بأن هناك انقسام في التحالف العربي. أنا ليس لدي معلومات حتى أقول نعم أو لا، ولكن علينا أن نتفهم، لأن التحالف العربي إذا انقسم فسوف تعلن أحد الأطراف أنها خرجت من الموضوع أو أن لها أجندة. يعني هؤلاء الناس لا يعملوا في الظلام، ونتمنى أن لا يصل الوضع لذلك الحد دكتور. وبالتالي علينا في إذاعتكم الكريمة وفي وسائل الإعلام ألا نحمل الآخر. هناك مشكلة يمنية دكتور، نحن نتحدث عن معطيات على أرض الواقع ولا نعبر عن آراءنا يعني في ذلك. هناك معطيات كثيرة في الجنوب هي من أكدت ذلك. أنا يعني أنت تسألني وأنا مش شايفها. أنا شايف بأن هناك بعض الطموحين الذين يريدون الكراسي قبل أن تصطاد الفريسة. خلينا نحرر اليمن أولا، خلينا نخرج من هذا المأزق أولا بالفعل، ثم نتكلم في هذا أولا. ثانيا أن هناك اتفاق يمني في الحوار، أليس كذلك؟ وهناك هذا الاتفاق كان الجميع مشتركين فيه، أليس كذلك؟ وثيقة الحوار هذه ألا تمثل الشعب اليمني بحوار صريح وواضح؟ خلونا نحرر اليمن أولا من يعني هذا الاحتلال بالفعل الإيراني. بالفعل وصلت وضحت الصورة دكتور. داهمنا الوقت، أعتذر منك وأشكرك جزيلا المحلل السياسي دكتور محمد الرميحي، كنت معنا من الكويت. مشاهدينا انتهت الحلقة، أشكر ضيوفي دكتور محمد جميح المحلل السياسي كان معنا من لندن، والشكر أيضا لرئيس تحرير صحيفة عدن الغد من القاهرة السيد فتحي بن الأزرق، والشكر أيضا للمحلل السياسي الدكتور محمد الرميحي. مشاهدينا ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.